التي تنتهك قرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا. وأضاف ستر أن العديد من وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة طالبوا بنشر محتويات التقرير، الأمر الذي يفضي إلى كثير من الشفافية ويسهم في فضح منتهكي قرارات حظر السلاح ولومهم ويساعد على استمرار العملية السياسية في ليبيا. كما نوه ستر أن لجنة العقوبات لم تصل إلى إجماع بشأن نشر التقرير، لأن جميع الأعضاء يجب أن يوافقوا على ذلك. صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل في جلسة استماع أمام لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم الأمم المتحدة في رعايتها الحوار الليبي لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة استئناف النفط. وأضاف هيل أن الجهود الأممية ستصبح أكثر فاعلية بعد تنفيذ المقترح الأمريكي بفصل منصب المبعوث الخاص الذي سيعنى بالمفاوضات عن منصب المنسق الذي يتولى الشؤون الإدارية للبعثة. نشد رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا بالخمس السبت كافة الأعيان والمسؤولين ببلدية زليتن للسماح بمرور سيارات الأكسجين الخاصة بمراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي، وذلك بعد إغلاق الساحل بمنطقة سوق الثلاثاء. البلدية عبر صفحتها على فيسبوك أضافت أن مغلقي الطريق رفضوا مرور السيارات لتعبئة اسطوانات الأكسجين من مدينة مصراتة، وحملت البلدية مغلقي الطريق حملتهم مسؤولية حياة عشرات المرضى من مراكز العزل ومستشفى الخمس التعليمي المتوقف حياتهم على توفر هذا الأكسجين. يشار إلى أن عددا من الشباب وأهالي مدينة زليتن أغلقوا الطريق الساحلي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لأيام عدة. ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز والسفير المفوض للاتحاد الأوروبي في ليبيا بصفته الرئيس الدوري لمجموعة العمل الاقتصادية مع الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء سبل معالجة التدهور غير المقبول لأزمة الكهرباء. وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء تصور الشركة لمعالجة العجز الحالي البالغ 3000 ميجاوات على المديين الطويل والقصير. يشار إلى أن المواطنين يعانون في جميع أرجاء البلاد من انقطاع شديد للتيار الكهربائي يصل إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.